50 عاماً تمضي على تأسيس جبهة البوليزاريو يحتفل بها وسط حضور لافت لوفود دول مساندة للقضية الصحراوية ومنظمة إنسانية تحاول بدورها نقل معاناة هذا الشعب المسكوت عنه والذي يجدد في كل مناسبة مطلبه في حق تقرير المصير. كل تلك المكاسب الجبارة لم تكن لتتحقق لولا التضحيات الجسام بالدماء والعرق والدموع، بالبطولات الخالدة، بالصبر والجلد، والمعاناة والمكابدة التي قدمها أبناء وبنات الشعب الصحراوي البطل. ويحاول الصحراويون المزج بين المقاومة العسكرية والسياسية والثقافية لكسب الرهان. هذه 50 سنة كانت حقيقة صورة رائعة ديناميكية أظهرت على أنه الشعب الصحراوي البوليساريو الدولة الصحراوية زاوجوا بين مهمتين أساسيات، الأولى تكمن بالطبع في المقاومة في تشهير السلاح في وجه المعتدي المغربي، لكن أيضا كان هناك بناء مؤسسات. وتعتبر المشاركة النسوية في النضال الصحراوي لافتة، حيث تتقلد المرأة مناصب حساسة في مختلف التنظيمات. 50 عاما تمضي على بداية الكفاح المسلح تتخللها محطات كثيرة تنتهي باستنزاف الحلول السلمية واحتزام الصحراويين على المواصلة في الحرب العسكرية إلى غاية تحقيق مطالبهم. من مخيمة اللاجئين بأوسرد سربانا اليوم.